السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الـ objective of this lecture identify migraine headache, classify types of migraine, describe the different drugs used in migraine treatment, outline pharmacokinetics, pharmacodynamics, uses, adverse effect, and toxicity of triptan and ergotamine. Describe the other analgesics used in migraine. Identify the other drugs used in migraine prophylaxis. Identify the pharmacokinetics, the pharmacodynamics, the adverse effect, and uses of paracetamol. Migraine. Severe migraine severe recurrent throbbing headache affecting only one side of the head. As we know, the headache making or headache presented all over the head or all over the forehead. But the migraine بيكون ليه كاركتر. المايجرين اللي هو الصداع النصفي بيختلف عن الصداع العادي. المايجرين من الكاركتر بتاعته ان هو الاتاك بتاعته بتكون سيفير، كمان ريكرنت بيحصل اكتر من مرة، بيكون في ثروبنج نتيجة للفاز دايلاتيشن اوف سيريبرال بلاد فيزز، فبيكون في ثروبنج affecting only one side of the head. يبقى المايجرين هو عبارة عن headache ولكن بيجي بصورة سيفير، ماشي، متكررة recurrent throbbing اللي هي بيكون فيه dilating أو pulsating cerebral blood vessels affecting only one side of the headache. بالنسبة للريت بتاعه بالنسبة للميل والفيميل، الفيميل are threefold more affected than the male. معنى كده ان الفيميل more affected than الميل. نيجي بعد كده نتكلم على types of migraine headache. عندنا في two types من migraine headache: migraine without aura. الأورا دي اللي هي الفترة اللي هي بتسبق المايجرين. ففي عندي مايجرين بيحصل على طول وزود مقدمات الأورا دي، يعني من غير مقدمات، ماشي، ودوّى البرسنتج بتاعته بتبقى 85%. 85% of the patient بيكون عندهم المايجرين وزود أورا. بيكون سيفير زي ما احنا قلنا، سيفير يونيلاترال على وان سايد، بالسيتنج هيدك ذات تيبيكالي لاست فور او فروم 2 ل 72 اور، يعني بيستمر من ساعتين ل 3 دايز. ذيس ار اجريفيتد. الهيدك دوت بيكون اجريفيتد بايه؟ بالفيزيكال اكتيفيتي، يعني لو الواحد عمل مجهود الهيدك هيزيد او المايجرين هيزيد. And are accompanied by nausea, vomiting, photophobia, and phonophobia. يعني الواحد فوتوفوبيا، مش بيكون عنده خوف من رؤية الأشياء، من رؤية بعض الأشياء. phonophobia برضك عنده خوف من سماع إيه؟ الأصوات. يبقى بنقول عندي ده النوع الأول. النوع الأول من المايجرين اللي هو المايجرين وزاوت أورا على طول، اللي هي الاتاك بتاعة المايجرين بتحصل بدون مقدمات، وده بتمثل 85% من البيشنت. وقلنا ان هو بيكون سيفير يونيلاترال بالسيتنج هيديك، بيستمر من ساعتين ل او من 2 اور ل 3 دايز.
الحاجات اللي هي increase السيفيرتي بتاعته بقى الفيزيكال اكتيفيتي، ايه اللي بيكون مصاحب ليه؟ مصاحب ليه النوزيا الفوميتنج والفوتوفوبيا والفونوفوبيا. نيجي للسكند تايب من المايجرين اللي هو المايجرين ويز اورا، وده بيمثل اللي هو ال 15% of the patient. The headache is preceded by neurological symptoms. الأورا دي اللي هي المقدمات أو الفترة اللي بتسبق المايجرين، بيكون فيها إيه؟ neurological symptoms. neurological symptoms دي can be visual، ممكن تبقى sensory، ممكن تبقى cause أو motor disturbance. يبقى هي ممكن حاجة related للفيجن، حاجة related للسنسوري، حاجات حاجة related للسبيك، أو يكون في ايه موتور ديستربنس. هنا عندي اللي هي الموتور اورا اللي هي بيكون فيها ايه بقى؟ بيكون فيها slurred or jumbled speak، يعني slurred الكلام، في تلعثم في الكلام شوية، difficulty understanding what others say، كمان يكون في صعوبة في فهم الآخرين، difficulty في writing، problems thinking clearing وproblem مع thinking. الفيشوال أورا بقى بيكون في flashing lights، واحد بيشوف زي الفلاشات قدام عينيه، with zigzag lines، بيكون في زجزاج لاينز، بيشوف زي الزجزاج، بليرنج في الفيجن، في بليرنج في الفيجن، في بلايند سبوتس ذات اكسبيند اول اوفر ذا تايم. دي اللي هي الفيشوال اورا. يبقى الفيشوال اورا اللي هي ريليتد للاي هيشوف اللي هي الفلاش لايت، ماشي، هيشوف الزجزاج لاينز، هيكون في بليرنج للفيجن، هيكون في blind spots، ماشي. السنسوري اورا بقى ممكن يكون فيها numbness or tingling، يكون في تنميل، ماشي، numbness or tingling. نيجي للبيولوجيكال basis of migraine headache. ايه هي البيولوجيكال basis بتاعة المايجرين headache؟ الأورا اللي هي الفترة اللي بتسبق المايجرين دي بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها ريدكشن للبلاد فلو، ماشي، للبرين. انهي جزء في البرين؟ اللي هو البوستيريور بارت اوف سيريبرال هيمسفير، then gradually spurred forward. يبقى الهايبوبرفيوجن او ديكريس في البلاد سبلاي للبرين، قلنا انهي منطقة؟ اللي هي البوستيريور بارت بتاعة السيريبرال هيمسفير، وبعدين بعد كده تبتدي تعمل سبريد فورورد. ان ذا هيدك فيز بيكون في هايبر برفيوجن اوكير، يبقى قبل ما يبتدي المايجرين في مرحلة اليورا او الاورا بيكون في هايبو برفيوجن، في ريدكشن في البلاد فلو. during الهيدك نفسه بيكون في هايبر برفيوجن. بين may be due to extracranial or intracranial arterial dilatation with subsequent release of neuroactive substance such as substance B. يعني البين، الألم اللي البيشنت بيحس بيه ده بيكون نتيجة لـ dilatation في الـ extracranial أو الـ intracranial arterial، ماشي؟ ونتيجة للدايلاتيشن في الاكسترا كرينيال او الانترا كرينيال ارترز بيكون في ريليز للنيورو اكتف سبستانس، اهم هذه السبستانس اللي هي سبستانس بي. نيجي بعد كده ليه اللي هو دراج ثيرابي اوف اكيوت مايجرين. ازاي نعمل مانجمنت او تريتمنت للاكيوت مايجرين؟ The first drug of choice اللي هي مجموعة التريبتانز. مجموعة التريبتانز this agent rapidly and effectively abort or markedly reduce the severity of migraine headache in about 70% of the patient.
هذه المجموعة من الدراجز عندها قدرة على إن هي تثبط أو تقلل الشدة بتاعة المايجرين هيد في نسبة قد إيه؟ حوالي 70% of the patient. يبقى هي can abort أو markedly reduce the severity of migraine headache in about 70% of the patient. Example لهذه المجموعة السيوماتريبتان، نوراتريبتان، رازاتريبتان، إليتريبتان، وزيرموتريبتان. يبقى دي مجموعة التريبتان. نيجي للميكانيزم اوف اكشن. ميكانيزم اوف اكشن اوف تريبتان ات از ا سيروتونين اجونست. اجونست اد ذا 5 HT 1 دي ريسبتور. احنا عارفين ان في اكتر من نوع للسيروتونين ريسبتور. المجموعه دي بتشتغل على السيروتونين ريسبتور نمبر 1 والسب تايب بتاعها اللي هو دي، عشان كده بنقول ان هي بتشتغل كاجونست عند ال 5-HT1D receptor. This subtype of serotonin receptor is found in small peripheral nerves that innervate the intracranial vasculature. يعني الريسبتور دي موجودة فين؟ اللي هي ال 5-HT1D دي موجودة على ال small peripheral nerves. ال small peripheral nerves دي بتعمل innervation للايه؟ للانتراكرينيال فاسكوليتشر. الاكتيفيشن بتاعها بيعمل سبريشن للريليز اوف سنسوري نيوروبيبتايدز زي السبستانس بي. يبقى هي نتيجه لان هي بتعمل استيميوليشن لهذه الريسبتور، الاكتيفيشن بتاعت هذه الريسبتور هتعمل ايه؟ هتعمل سبريس للريليز اوف سنسوري نيوروبيبتايدز such as السبستانس ايه؟ البروبوزد تريبتان ميكانيزم اوف اكشن. هنا عندي تراي جيمينال نيرف، ماشي، ادي التريبتان بتشتغل على ال 5H1BD ريسبتور، فبتعمل ايه؟ بريفنت البيبتايد ريليز، بريفنت البيبتايد ريليز ذات وود ليد تو الفازو دايلاتيشن والنيوروجينيك انفلاميشن والبين. يبقى هي هتشتغل على ال 5H1BD ريسبتور، وبالتالي هتمنع البيبتايد ريليز. هذه البيبتايد لما بتكون موجوده هتؤدي الى الفازو دايلاتيشن، وهتؤدي الى نيورولوجيكال انفلاميشن، وهتؤدي الى البين. في نفس الوقت هي بتشتغل على ال 5H1BD ريسبتور الموجوده على كرينيال فاسكوليتشر، فتعمل لي فازو كونستريكشن، يقل السيريبرال فازو دايلاتيشن، ويقل ايه؟ البين والسيفيرتي بتاعه البين بتاعه المايجرين. اليوزس التريبتان بقى انا بستخدمها في الاكيوت اتاك اوف مايجرين هيديك، ماشي، يبقى بتستخدم في الاكيوت اتاك من المايجرين هيديك. السيوماتريبتان از جيفنج اورالي، ممكن اخده عن طريق الماوس، ممكن اخده سبكوتينيوس، ممكن ناخده انترانيزال. يبقى الروت اوف ادمنستريشن في حالات الاكيوت اتاك ممكن نستخدمها اورالي. السيوماتريبتان استخدمه اورالي، ممكن استخدمه سبكوتينيوس، ممكن استخدمه انترانيزال. السايد افكت بقى ممكن يعمل لي نوزيا وفوميتنج، باراسيزيا، والشست بين. It is avoided in patient with hypertension and ischemic heart disease. يبقى انا ممكن استخدمه في كل الاحوال بتاعة المايجرين ما عدا الحالات اللي بيكون البيشنت عنده هايبرتنشن او يكون عنده اسكيميك هارت ديزيز. هايبرتنشن انكريز في البلاد بريشر، ماشي، واسكيميك هارت ديزيز اللي هي ديكريز في الكورونر بلاد سبلاي ليه؟ للهارت. خلصنا من مجموعة التريبتان، نيجي على تاني مجموعة اللي هي مجموعة الارجوتامين. ارجوتامين ميكانيزم اوف اكشن اوف ارجوتامين، الارجوتامين دوا بيشتغل كالفا بلوكر ويعمل لي فازو كونستريكشن. It has similar action to tryptan but with less selectivity as the serotonin receptor. يبقى الارجوتامين
دواء بيشتغل على انهي نوع من الريسبتور؟ بيشتغل على الالفا ريسبتور، بيعمل لها بلوك. التربتان كان بيشتغل على الفايف اتش تي 1 دي ريسبتور، وكان بيشتغل عليها كاجونست. الارجوتامين نتيجه لان هو بيشتغل على الالفا ريسبتور وبيعمل لها بلوك، ماشي، فبيكون ليه فازو كونستريكتور ايه افكت. الاكشن بتاعته سيميلر للاكشن بتاعه التربتان، ولكن هو ليه less selectivity على السيروتونين A receptor. Uses of ergotamine. Ergotamine is given in acute attack of migraine. يبقى الارجوتامين بستخدمه في الأكيوت أتاك بتاعة المايجرين. كمان ممكن إن إحنا نستخدمه مع الكافيين، ماشي، لأنه enhance الارجوتامين absorption. يبقى ليه احنا بنضيف الكافيين مع الارجوتامين؟ علشان هو بيزود الارجوتامين ايه ابسوربشن. البريباريشن دي اسمها اللي هي الكافير جود، بتبقى 1 مللي جرام من الارجوتامين بلس 100 مللي جرام كافيين. طيب السايد افكت بقى، ممكن تعمل لي نوزيا وفوميتنج، ممكن يعمل لي هايبرتنشن، ممكن يعمل لي بريفرال اسكيميا ديكريز البلاد سبلاي دي البريفري، ممكن يعمل لي انجينال بين اللي هي ديكريز الايه البلاد سبلاي للهارت، ويعمل لي البين بتاع الانجين. يبقى دي السايد افكت، نوزيا وفوميتنج والهايبرتنشن وديكريز البلاد سبلاي للبريفري، يعمل لي بريفرال اسكيميا، وممكن يعمل لي ايه على الهارت انجينال ايه بين. يجي لي الكونترا انديكيشنز بتاعت الارجوتامين. كونترا انديكيشن يعني ما اقدرش استخدمه في انهي حاله بقى؟ في حالات البريفرال فاسكولار ديزيز، لان هو بيقلل البلاد سبلاي للبريفري. ما اقدرش استخدمه في الهايبرتنشن، ماشي، لان هو نفسه بيعمل هايبرتنشن وبيعمل انجينا، فما اقدرش استخدمه في الانجينا. ما نقدرش نستخدمه في البريجننسي. Not giving with the tryptan عشان ده بيعمل vasoconstriction وده بيعمل vasoconstriction، ماشي. يبقى الكونتراindication قلنا في peripheral vascular disease، في الهايبرتنشن، في الانجينا اللي هي decrease blood supply للهارت، وفي حالات البريجنانسي، ونوت يوز مع التريبتان. Dihydro ergotamine ده derivative من الارجوتامين and can be giving intravenously. يبقى الدايهايدرو ارجوتامين ده ديريفاتيف سبستيتيوتس من الارجوتامين، وممكن ان احنا نستخدمه ايه انترافينوس. Drugs used in prophylaxis، في عندي البيتا بلوكرز. بيتا بلوكرز زي البروبرانولون والناديلول، يبقى دي أول كاتيجوري ممكن نستخدمها في البروفيلاكس. ممكن أستخدم اللي هو الميسيسيرجايد، وده عبارة عن إيه؟ عبارة عن سيريوتينين 2 أنتاجونست and 5H1 partial agonist. يبقى الميسيسيرجايد دوا بيشتغل كأنتاجونست عن ال 5H2 ريسبتور، بيشتغل لها كأنتاجونست، وعلى ال 5H1 بيشتغل كبارشال أجونست. It should not be used for long period as it causes fibroblastic changes in the retroperitoneal space. ما أقدرش أستخدمه لفترات طويلة. ليه؟ بيعمل لي فايبروبلاستيك تشينج في انهي مكان؟ في الريتروبروتينيال سبيس. ريتروبروتينيال اللي هي ايه؟ طبعا احنا عارفين ان البروتينيال ده الغشاء اللي هو بيغطي الايه الفيزره بتاعه الايه الابدومين، فهو بقى بيعمل فايبروبلاستيك تشينج في الريتروبروتينيال سبيس. فين كمان؟ في البلورال كافيتي، البلورا دي اللي هي بتغطي اللنج، كفر ذا لنج. وفين كمان؟ وفي الاندوكارديوم، الغشاء اللي هو او الاندوكارديوم اللي هو السيرفيس او الانترنال لايننج بتاعه الايه الهارت، في الاندوكارديوم.
يبقى هيعمل لي فايبروبلاستيك تشينج في الريترو بروتينيال سبيس في البلورال كافيتي اللي هي محيطه باللنج في الاندوكارديوم اللي هو ايه الانر سيرفيس بتاع الايه الهارت. ات اوسو كوز هالوسينيشن، ممكن كمان يعمل لي ايه هالوسينيشن. في بعد كده ممكن ان انا استخدم اللي هو البيزوتايفين دواء 5HT2 انتاجونست عند السيروتونين تايب ريسبتور. ات اوسو يوز تو ستيميليت الابيتايت. يبقى البيزوتايفين دواء ليه استخدامين، ممكن انا استخدمه فور بروفلاكسيس اوف مايجرين، وممكن ان احنا نستخدمه علشان يفاتح للشهيه تو ستيميليت الابيتايت للناس اللي هي بيكون عندها انوركسيا، انوركسيا صدة نفس. ماشي. في عندي اللي هو الفلونفرازين ده كالسيوم شانل بلوكر، ده برضك ممكن ان احنا نستخدمه. وفي عندي الكولاندين، الكولاندين ده واحد من الدراجز اللي احنا بنستخدمها كانتي هايبرتنسيف تجريز البلاد بريشر، وفي نفس الوقت بيستخدم فور بروفيلاكسيس اوف ايه اوف مايجرين. طيب في بعد كده اللي هي النون ناركوتيك انالجيزيك انتي بايريتيك انالجيزيك اللي هي النون استرويدال انتي انفلاماتوري دراج. ممكن ان احنا قلنا لو عندي النون استرويدال انتي انفلاماتوري دراج ماشي اللي هي الانالين ديريفاتيف انكلودنج اللي هو الفيناسيتين والاسيتامينوفين اللي هو الباراسيتامول، وده طبعا عارفين ان الباراسيتامول بيكون ايه سيف. ايه الفارماكوكاينيتكس بتاعت الباراسيتامول؟ الابسوربشن بيمتص من الجي اي تي سواء انا اديته اورال او ريكتال. اورال طبعا عن طريق الماوس، وريكتال اللي احنا بناخده في شكل ايه سابوزيتري من الريكتال. اسيتامينوفين از ميتابولايزد ثرو ذا فيرست باس افكت ان ذا انتستين اند ذا ليفر. اسيتامينوفين في جزء منه بيتكسر اثناء الباص بتاعه في الليفر وفي الايه في الانتستين. الميتابوليزم، ميتابوليزم فيناسيتين اكتيف ثرو الهيباتيك ميتابوليزم تو باراسيتامول. الفيناسيتين بيتحول بالهيباتيك ميتابوليزم للباراسيتامول اللي هو الاكتيف ميتابولايتس. ذا باراسيتامول يحصل له كونجيوجيشن ويز اجلوكورونيك اند سلفوريك اسيد. 5% بس من الباراسيتامول بيحصل لها هيدروكسيليتد للان اسيتايل بنزو كوينينين ماشي which then conjugated مع الجلوتاثيون. جلوتاثيون بيحتوي على السلفهيدرايل ايه جروب اللي هي الاس اتش جروب. في حالات بقى التوكسيك دوز هذا الان اسيتايل بنزوكوينون بيزداد leading to depletion of glutathione. المفروض ان هو هيرتبط مع الجلوتاثيون ماشي. طيب في حالات بقى الاوفر دوز ماشي هذا الميتابولايتس اللي هو الان اسيتايل بنزوكوينين هيؤدي الى الديبليشن اوف جلوتاثيون نتيجه للاكزوهوشن بتاعه السلفهيدرايل جروب. اكيوميليشن لهذا الميتابولايت هتتفاعل مع الاس اتش كونستيكوانس اللي موجوده في الكدني وفي الليفر وتؤدي الى الليفر نكروزس والكدني دامج ماشي. يبقى ده في حالات اللي هي ايه التوكسيك دوز. طيب عندي هنا بقى الميكانيزم اوف اكشن بتاعته ان هو بيعمل لي انهبيشن للكوكس 3 سايكلو اكسجينيز 3، وده ما بيبقاش موجود غير في السنترال نيرفس سيستم. احنا عندنا كوكس 1 وكوكس 2 ماشي، الكوكس 3 ده مكانه فين؟ موجود في السنترال نيرفس سيستم بس. نتيجه لان هو بيعمل له انهبيشن هيكون ليه انالجيزيك افكت ريليف البين، وليه انتي بايريتيك افكت ان هو ديكريز البادي تمبريتشر. ملوش انتي انفلاماتوري، نو ديكريز في البروستاجلاندين سينسز بريفرالي، عشان كده ملوش انتي انفلاماتوري افكت.
ملوش جاسترو انتستينال اريتيشن، ملوش يوريكوزيريك اكتيفيتي، ماشي، ملوش افكت على اليوريك اسيد ليفل. طيب اليوزس بقى، بستخدمه كانالجيزيك انتي بايريتيك ان بيشنت كان نوت توليريت الاسبرين. الناس اللي هي مش هتقدر تعمل توليريشن للاسبرين، في ناس بيكون عندها الرجي من الاسبرين، دي ممكن ان احنا نستخدم لها ايه الباراسيتامول. فيها احوال ايه بقى؟ لو البيشنت بتاعي عنده بيبتيك ألسر، ايه بقى اللي هي الحالات اللي احنا ما نقدرش فيها نعمل توليريشن للاسبرين؟ زي في حالات البيبتيك ألسر، زي في حالات الجوت اللي هي انكريز اليوريك اسيد ليفل، زي في حالات البليدنج تندنسي الهيموفيليا، هيموفيليا ده اللي هو نقص فاكتور ايه الكريست ماس فاكتور، ماشي، وبيكون فيه بليدنج تندنسي. في حالات البرونكيال أزمة، ماشي، وفي حالات البرونكيال أزمة لأن الأسبرين بيعمل انهبيشن للسايكلو أكسجينيز انزيم وبيترك الباسوي لللايبو أكسجينيز انزيم، وبيكون في أكيوميليشن من ليوكوتراينز، فممكن تعمل لي برونكوس بازم عند السسبتابل بيشن. فعشان كده بنقول لو البيشنت ده عنده برونكيال أزمة بلاش ياخد الايه الأسبرين. والchildren with viral infection، طبعا لو children وعنده viral infection ما ناخدش الاسبرين، والا هيعمل له الري سندروم اللي هو بيكون فيه affection للبرين وaffection للليفر. وديورنج الاورال انتيكواجلانت ايه ثيرابي، يبقى هنا انا بستخدمه في الاحوال اللي عايزه انالجيزك انتيبايريتك وفي نفس الوقت البيشنت مش هيقدر يعمل توليريشن للاسبرين. قلنا في البيبتيك اثر الجود، بليدنج تندنسي، برونكيال ازمة، الشيلدرن ويز فايرال انفكشن، وديورنج الايه الاورال انتيكواجلانت ثيرابي. طب ايه هي السايد افكت بقى، السايد افكت بتاعت الباراسيتامول؟ الميثانوجلوبينيميا، ودي بتحصل مع الفينسينتين، ماشي، ودي بنعالجها بالميثيلين بلو. أكيوت هيمولاتيك أنيميا والنيفروتوكسيسيتي، ودي بتحصل مع الفيناسيتين. لارج دوز من الباراسيتامول هتعمل لي ديبليشن، تقلل كمية السلفا هيدرايل جروب اللي هي الاس اتش بتاعت الجلوتاثيون، وتعمل لي الهباتوتوكسيسيتي والنيفروتوكسيسيتي. طب ازاي احنا نعمل تريتمنت لهذه الحالة؟ ان احنا بندي الان اسيتيل سيستين is available as antidote used في حالات ال over toxicity of the paracetamol، ماشي؟ يبقى في حالات ال overdose toxicity من الباراسيتامول بنعالجها ازاي؟ ايه ال antidote؟ بندي ال N-acetylcysteine علشان يزود ال SH group اللي هي قلت كميتها نتيجة لل large dose of paracetamol. من السايد افكت بردك اللي هو ايه؟ الالرجي. طب نيجي للادفانتج اوف اسيتامينوفين، ايه الادفانتج بقى بتاعته؟ كان بي يوزد وين السلسليتس ار كونترا انديكيتد، لما قلنا الحاجات اللي بيكون فيها السلسليت كونترا انديكيتد ممكن ان احنا نستخدم الاسيتامينوفين، بليدنج تندنسي، بيبتيك ألسر، جوت، هيموفيليا، كل الكلام ده ممكن ان احنا نستخدم الاسيتامينوفين. نوت افكت البليتلتس فانكشن، مش هيأثر على البليتلت فانكشن ولا البلاد كلوتنج. يعني لو البيشنت بياخد انتيكواجلانت ثيرابي زي الوارفيران هو مش هيأثر على ايه، مش هيأثر على البلاد كلوتنج فاكتور ولا هيأثر على البليتلت فانكشن. could be used as antibiotic analgesic في حالات الفيرال ايه انفكشن، يبقى في حالات الفيرال انفكشن ممكن انا استخدمه كانالجيزيك انتيبايريتيك، انما لو استخدمت الاسبرين هيديني الري سندروم، وخصوصا في الاطفال في التشيلدرن لانه بيؤدي الى افكشن في البرين وفي الليفر. نوت انتاجونايز اليوريكوزوريك دراجز سو از انتيبايريتيك انالجيزيك فور تشويس ان ذا جوت، يبقى لو البيشن عنده جوت وانا عايز استخدم له انالجيزيك انتيبايريتيك ممكن استخدم له ايه الاسيتامينوفين، لانه ملوش تاثير على ايه على اليوريك اسيد ليفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.